اللص يا بيت بوكت. انا تسرقني يا راجل والله لو ما طلعت الفلوس. ايه يا سلطان؟ معلمك في فوق زي الدبيحه. ايه الحكايه؟ تصور يا عم طاهر الحرامي ده ياخد 800 جنيه من الدرج تمن الشغل بتاع امبارح. دور يا سلطان كويس، احنا عمر حريتنا ما حد سرق فيها ولا كسر قفال. ايه حصلت يا عم طاهر؟ الحقونا الحقونا يا رجاله، ايراد القهوه كله اتسرق، الدرج مكسور والفلوس متاخده. قهوه المعلم ابو زيد اتسرقت يا رجاله، قهوه المعلم ابو زيد اتسرقت. الحقوني يا عالم، الحقوني يا خالد، الحقوني. الدكان كسر، كوره دي امبارح كله اتسرق. يا خرب بيت المستعجل. لا حول ولا قوه الا بالله. وايه اللي حصل في الحرم النهارده؟ عشان اتسرقنا؟ طيب يا ست موجه، يا ولية يا ناقصه يا المامه، انا الحق على اللي سكنتك عندي. انا ناقصه يا قهوجي على الريحه ياللي قبحتك زياده وخلقتك ساده يا راجل من غير وش. لم لسانك يا ولية، لا اطلع لك هقطعك ترنشات. قطع ابنك، على الاقل تبيع لحمه عجول بدل لحمه الحمير اللي انت عرفنا بيها. بكره ان شاء الله يطلع سلطفي واعمل ليله لاهل الله. يطلع ازاي يا ست محمود؟ إذا كان هو محجوز ومحبوس على ذمة وصولات الأمانة، يبقى هيطلع إزاي؟ ده فيها 3 سنين على الأقل سجن. اتفضل يا باشا. إيه ده يا جدع أنت؟ دي فلوس وصولات الأمانة عشان ياخد براءة إن شاء الله. براءة؟ وصولات مين يعني؟ اسم مين؟ لطف الجناين. ثانية واحدة. لطف الجنايني، لطف الجنايني. خلاص يا سيدي اندفعت الفلوس. اندفعت؟ طب مين اللي دفعها؟ ايه ده يا محمود؟ ده طلب سلفة يا فندم. 4000 جنيه؟ ايوه يا فندم. معلش اصل انا محتاج لهم قوي. ايوه يا ابني، بس انت مرتبك كام عشان تاخد سلفة 4000 جنيه؟ انا يا فندم مستعد اشتغل سنة كاملة بدون مرتب، بس اخد المبلغ ده النهاردة. ليه يا محمود؟ في ايه؟ ما تتكلم يا ابني. ابويا اتقبض عليه. لا اله الا الله. هي ايه حكاية لطف الجناني ده بالظبط؟ والله العظيم ثلاثة بريء يا فندم. يا سيدي بريء ولا مش بريء، انا مالي؟ كل الناس دلوقتي عايزه تدفع له الفلوس. طب كنتوا فين من الاول؟ سبتوه ليه لما اتقبض عليه؟ ظروف بقى. على العموم يا سيدي الفلوس اندفعت خلاص، وزمانهم هيفرجوا عنه. اندفعت؟